طبعا طب وانت طبعا. مدرب يا سامح، ده وانت لعيب وانت مدرب بقى. وانا مدرب يا كابتن، اللي خد بايديا في بدايه شغلي الدكتور محمود سعد. جه تمرينتين يا كابتن وانا ماسك فريق 2000 كان براعم، جه قال لي وقف، طبعا انت عارف الوقفه بتاعت الدكتور محمود هو قليل الكلام بس كثير الفعل يعني. راح مناديلي قال لي اديني الوحده بتاعتك، رحت طلعت جبت له الوحده بتاعتي، شاف الوحده قارن الوحده بالشغل. بعديها كابتن والله يعني دي دايما اقولها له، حتى ما نتقابلك اقولها له، قال لي انت تبقى مدرب كويس، قال لي عندك شخصيه الاول، تاني حاجه ما بتلعبش في الوحده بتاعتك، اللي انت بتبقى حاطه او التارجت بتاعك ما بتلعبش فيه. فدي من ضمن الحاجات اللي طبعا كانت وسام على صدري، هم حاجتين، الحاجه دي والحاجه لما كسبت النادي الاهلي. هو كلمني وقال لي فاكر لما انا قلت لك ان انت تبقى مدرب كويس، كنت كسبت النادي الاهلي ساعتها 5. فدي من الحاجات دي. كابتن بدر حداد يا كابتن من ضمن الناس اللي ساعدوني في بدايه تدريبي، قال برضه خدني معاه وصمم ان انا اكون متواجد معاه. واللي عرفني بقى في التدريب بقى كدرجه اولى ان انا اشتغل درجه اولى واشتغل انديه كبيره كان الكابتن احمد عبد الحليم. بدون يعني انت اشتغلت مع كابتن احمد المساعد في كذا حته يعني. كابتن احمد طبعا من ضمن الناس اللي الواحد استفاد منهم كشخصيه وكقياده في الملعب وكاداره تيم، من ضمن الحاجات اللي انا خدتها منه خبرات، اللي هو بيعرف يدير تيم، ودي مهمه جدا يا كابتن. احنا يعني بعض الناس بيفتقد القصه دي، بيبقى فيه مدربين يا كابتن مدرب شاطر جدا ومدرب كويس جدا، ولكن ما عندوش الكاركتر اللي هو يقدر يدير تيم، ودي مهمه جدا للمدرب. اداره التيم اداريا ومعنويا وغير اداره التيم فنيا بتختلف، الامور بتختلف طبعا يا كابتن. شخصيه المدرب عن الملعب عن بره الملعب طبعا يا كابتن، دي احنا كمان بنستفيدها من حضرتك طبعا، انت من ضمن الناس اللي علمتونا النقطه دي كويس قوي. هي يا كابتن اي سهل جدا ان انت تحط الوحده التدريبيه، انما من الصعب جدا اللي انت تدير تيم داخل الملعب وخارج الملعب، وبعض التيم واذا كان التيم كمان يحمل بعض النجوم فبتبقى مشكله. انت لو انت ما عندكش شخصيه واللعيبه تثق في شغلك كملعب وتثق في شخصيتك وتثق في عدلك في حكم بعض الامور في التيم، هتوديك في حته تانيه خالص.